لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. لله نعش للبتولة قد سرى بسريره سر الخليقة سيرا. لا غرو أن الرجال بحمله، إذ أنهم حملوا الثريا للثرى يا حاملي نعش البتولة فاطم. رفقا بأعضاء مقطعة العرى وهل بضعة أحمد قد بضعت بمدى العدا وجرى عليها ما جرى، فبعصرها بالباب أسقط محسن والضلع آنذاك منها تكسرا. يا مؤمن عندي وصية، إذا رحت البقيع تزور سايل وين قبر اللي ماتت والضلع مكسور. صيحوا في القلب حسرة ومنك تجري العبرة، قبرك وين يا زهرة؟ مالك قبر يملك بور. ناس تقول في الروضة دفنها حدر الكرار،
وناس تقول في أرض البقيع قبرها صار هاي قلوبنا حسرة ومنها تجري العبرة وقبرك وين يا زهرة مالك قبر يا ملقبور صدق في العتمة شيعها علي الكرار ودعها وشفنها الحزن والآه وضلع مكسور واجعها وجت الشيعة متحيرة ومنها تجري العبرة وقبرك وين يا زهرة مالك قبر يملك بور الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير أولادكم البنات لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد حديثنا في هذه الليلة سيكون تحت عنوان الفتاة في المنظور الإسلامي والواجب الأسري تجاهها وإن كان هذا العنوان يختلف عن العنوان الذي أعطيته للإخوة لكني وجدته أقرب للمضمون الذي سأتناوله في هذه الليلة سنتعرض لعدة من المحاور المحور الأول بيان منزلة الفتاة في المنظور الإسلامي للأسف لا زالت بعض الأسر تتعامل مع الفتاة بعقلية جاهلية فيفضلون الولد على البنت وإن كانوا لا يصرحون نطقاً بهذا التفضيل لكنه يمارسونه عملاً هذه العقلية الجاهلية المغروسة في أذهان الكثير تخالف منهج أهل البيت عليهم السلام تماماً إذ أننا عندما نرجع إلى روايات أهل البيت نجد تلك الروايات تفضل ذرية البنات على ذرية الأولاد في كثير من المواضع محورنا الأول في هذه الليلة يرتكز على بيان مميزات البنات في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أولاً أنها مفخرة الأنبياء الروايات تقول بأن البنات مفخرة الأنبياء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سألت ربي خير الولد
فآتاني خير الولد فرزقني البنات، فمن كان يريد أبا البنات فأنا أبو البنات، وموسى أبو البنات، وشعيب أبو البنات، ولوط أبو البنات. إذا كان بعض أفراد المجتمع يرون أن تعبير الناس عن الشخص الذي لم يرزق إلا ببنات، التعبير عنه بأنه أبو البنات يعتبر سبة ومنقصة له، فإن الأنبياء العظام يعتبرون البنات مفخرة لهم، فيقول النبي أنا أبو البنات. الخاصية الثانية أن وجود البنت في الأسرة أنس، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال نعم الولد البنات ملطفات مؤنسات. ومعنى هذه الرواية نشاهده بالوجدان، متى كان من ضمن أفراد العائلة البنات نرى هذه الأسرة ذات حيوية تعيش الأنس وتعيش الانتعاش، أما إذا كانت الأسرة خالية من البنت وليس فيها إلا الذكور ترى أن أفرادها يعيشون حالة من الجفاف والرتابة. لماذا؟ لأن الفتاة تنعش الأسرة بابتسامتها وعاطفتها الجياشة. وأنت الآن كأب ألا ترى فرقا في العلاقة بينك وبين أبنائك الذكور وبينك وبين بناتك؟ تجد فرقا بالوجدان. الخاصية الثالثة أن شخصية البنت مصدر للعاطفة ومصدر للحنان. ورد عن إبراهيم أو ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن إبراهيم سأل ربه أن يرزقه ابنة. لماذا سأل إبراهيم ربه أن يرزقه ابنة؟ قال تبكيه وتندبه بعد موته. إبراهيم طلب فتاة ولم يطلب فتى، لأن الفتاة بطبيعتها تكون بلسما لأبويها بعطفها بحنانها بشفقتها. ولك في علاقة رسول الله بالزهراء أسوة حسنة، نحن نقرأ في حديث الكساء تقول الزهراء دخل علي أبي رسول الله فقال السلام عليك يا ابنتي، فقلت وعليك السلام، فقال يا بني إني أجد في بدني ضعف. شكى ضعفه إلى من؟ إلى الزهراء عليه السلام. الخاصية الرابعة أن البنت رزقها مضمون على الله. الروايات تقول أن رزق البنت مضمون على الله سبحانه، ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكا فيمسح بجناحه على رأسها وصدرها رأفة بها وشفقة عليها، ثم يقول ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان من قبل الله. الخاصية الخامسة أن للاهتمام بالبنت وبتربيتها أو لتربيتها أجر عظيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا له من ألف حجة وألف غزوة وألف ضيافة. يعني من ربى فتاة واحدة تربية صالحة كان ذلك خيرا له من أداء ألف حجة مستحبة وألف غزوة وألف ضيافة. الخاصية السادسة أن وجود البنت في البيت بركة، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه 12 رحمة وبركة، ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت، يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة. إذن النتيجة في المحور الأول أن هذه الوديعة المصونة المسمات بالفتاة لها فضل كبير في المنظور الإسلامي، إلى درجة أنها تكون أفضل من الولد في بعض الخصوصيات. في بعض الخصوصيات أضع تحتها خطين لكي لا يشكل علي أحد عندما أنزل، أقول في بعض الخصوصيات.
طيب إلى هنا نكون قد انتهينا من المحور الأول، ننصرف إلى المحور الثاني، ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الثاني ونتحدث فيه حول بيان دور الأسرة في تربية الفتاة، وهنا توجد عدة نقاط نقف عند بعضها. النقطة الأولى: الدور الديني للأسرة في تربية الفتاة، وهنا تأتي مسألة بلوغ البنت. البنت بطبيعتها تبلغ سن التكليف قبل الولد، وذلك إذا أكملت 9 سنين هلالية ودخلت في السنة العاشرة. عندها تصبح البنت مكلفة بجميع التكاليف الشرعية، ولكن لا زالت بعض الأسر والعوائل للأسف لا تتعامل مع بلوغ الفتاة تعاملا إيجابيا. وهنا أحتاج إلى ذكر منبهين. المنبه الأول أنه لا بد من تهيئة الطفلة لاستقبال مرحلة البلوغ، وذلك من خلال الجلوس معها، من خلال تعليمها، تفهيمها بطريقة محببة. أن آتي إلى البنت أجلس معها فأقول لها مثلا: بنيتي، إن الله وجدك قادرة عاقلة رشيدة، ولذلك استحقت شخصيتك وسام الشرف والتكليف. أن أصور لها التكليف بهذه الصورة بحيث تكون انطباعا إيجابيا عن مرحلة التكليف، لا أن أتي إليها كما يفعل بعض الآباء يقول لها: بنيتي، الآن جاء وقت العمل، أيام اللعب راحت، جاء وقت الصلاة والصيام. هذا الكلام قد يسبب نفرة عند البنت من مرحلة ماذا؟ من مرحلة التكليف. من الأهمية بمكان أن تملك الوسيلة والأسلوب الصحيح في تهيئة البنت وحملها على الاستعداد لمرحلة التكليف. تصور البنت عن مرحلة التكليف تصنعه أنت وتصنعه أمها. المنبه الثاني: على الأسرة أن تجعل من مرحلة بلوغ الفتاة مرحلة تستحق عليها المباركة، مرحلة تستحق الفرح، تستحق السعادة. أشعر الفتاة بأن دخولها في مرحلة التكليف هو أمر يستوجب الفرح، لا أنه أمر يستوجب الهم والخوف. ولذلك أتذكر أن الشيخ ابن طاووس عليه الرحمة قبل 600 سنة أو أكثر كتب رسالة أخلاقية لولده، وأوصاه في ضمنها: إذا بلغ أولادك مرحلة التكليف فأقم لكل واحد منهم احتفالاً بمناسبة بلوغه هذه المرحلة. لماذا؟ لما يستقبل الولد أو تستقبل البنت مرحلة التكليف من خلال حفل، هذا يكون سبباً في فرحها بوصولها لهذه المرحلة. أقم احتفالاً بسيطاً لها في البيت، قدم لها هدية، ومن ضمن تلك الهدية الرسالة العملية للفقيه الذي تنوي تقليده. وفي زمننا هذا تقام حفلات تكليف على مستوى البحرين للفتيات، فينبغي للوالدين أن يحرصا على تسجيل ابنتهما البالغة ضمن تلك الحفلات. طيب، هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى من المحور الثاني. النقطة الثانية من نفس المحور: لا بد أن تتعامل الأسرة مع المسائل الخاصة بالبنت بشكل صحيح. وهنا أركز على أمرين. الأمر الأول: الفتاة بعد بلوغها قد تطرقها الدماء، الحيض والاستحاضة، لذلك ينبغي على الأبوين أن يعلم ابنتهما ما يجري عليها أثناء الدورة الشهرية
لكي لا تتفاجأ بنزول الدم، يعلمانها ما يجب عليها فعله أثناء الدورة الشهرية. أن تتفاجأ البنت تجلس صباحا فتجد ثيابها ملطخة بالدم، هذا ربما يكون له ردة فعل عكسية على نفسيتها. لابد أن يجلس معها الأب، تجلس معها الأم، تخبرها بما ستلقاه مستقبلا. لو استمر الدم مع البنت أكثر من 10 أيام، ما الذي تفعله؟ ما هو الواجب عليها؟ الآن حتى على مستوى النساء الكبيرات، هناك من النساء من يجهلن هذه الأحكام الضرورية وهذه الأحكام البديهية. الأمر الثاني، أسرنا ليست للأسف أرضية جيدة لمرحلة الدورة الشهرية التي تمر بها الفتاة، وكذلك المدرسة في بعض الأحيان ليس عندها تقدير للدورة الشهرية. كيف؟ من المعروف أن المرأة لما تنزل عليها الدورة الشهرية ربما يتغير مزاجها، ربما تتبدل نفسيتها لتغير طبيعة الهرمونات عندها. هذا حتى على مستوى العلاقات الزوجية، هناك بعض حالات الطلاق تحصل بين الرجل والمرأة لأن الرجل لا يعرف طبيعة المرأة أثناء الدورة الشهرية، يرى مزاجها متعكرا، يرى طبائعها قد تغيرت، يرى أن مزاجها ضيق، ربما تثور لأقل كلمة فيثور هو وتنشب المشكلة حتى يصل إلى الطلاق. أنت مسؤول أيها الزوج أن تتعرف على الطبيعة التي تمر بها زوجتك أثناء الدورة الشهرية، كذلك أنت مسؤول أن تتعرف على الطبيعة التي تمر بها ابنتك أثناء الدورة الشهرية. بعضنا للأسف لا يعرف كيف يتعامل مع ابنته وهي تمر في الدورة الشهرية، لماذا؟ لأنه لا يدرك خصوصيات هذه المرحلة، يعامل ابنته على أنها لا زالت طفلة. نفسية البنت أثناء الدورة الشهرية تكون مغايرة لنفسيتها في بقية الأيام، فلا بد من مراعاة ذلك. هذه النقطة الثانية ضمن المحور الثالث. النقطة الثالثة من نفس المحور، فنتكلم فيها عن ضرورة زرع الحياء، صفة الحياء في الطفلة. سابقا كانت الطفلة تمتلك صفة الحياء، أما الآن فلعل لكل طفلة تليفونها الخاص أو لها جهاز آيبادها الخاص أو غيرها من الأجهزة الذكية، تشاهد الطفلة وتشاهد البنت من خلال هذه الأجهزة ما تريد، وتدخل على المواقع التي تريد، وربما تشاهد بعض المشاهد الخليعة والإباحية والأهل في غفلة عنها. أنا سأتكلم بهذا الكلام لكن أرجو أن لا يبث هذا الكلام، يقتطع من التسجيل. أتذكر قبل فترة اتصلت بي فتاة أو راسلتني على الواتساب فقالت أنا فتاة وعندي مشكلة، هل تستطيع مساعدتي؟ فقلت لها عالم الواتساب هو عالم المجهول ولا أعلم من يحدثني، هل أنت فتاة في الواقع والحقيقة أو ربما تكوني شابا يريد أن يضيع أوقات الناس ويستهزئ ويسخر منه؟ فقالت كلامك كلام وجيه، لكن أنا فتاة، إن شئت أن تساعدني فبها وإن شئت أن لا تساعدني فهذا حقك. لا أدري، وثقت بها فقلت لها اطرحي مشكلتك. فقالت مشكلتي أني تواصلت مع شاب عبر الماسنجر وشيئا فشيء توطد علاقتي معه، فصار يطلب مني أن أخلع أجزاء من ملابسي وأن أصور نفسي وأن أرسل إليه صوري، حتى وصل الأمر أني صورت نفسي عارية تماما وأرسلت له الصورة، والآن هو يهددني إما أن أخرج معه متى ما أشاء متى ما أراد ومتى ما شاء، وإلا يعرض صوري في أحد مواقع الإنترنت. صارت فريسة بين يديه يستغلها كيف شاء. بسبب ماذا؟ بسبب الصور. وسعينا بكل وسيلة حتى تم حل المشكلة وأخذ الصور من عنده. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب غفلة أمها عنها وبسبب غفلة أبيها. أسألها أين أبوك؟ قالت أبي يعمل خارج المملكة.
وأمي قالت أمي تراقبني، لكن مراقبتها ليست بالمستوى المطلوب. أنا لا أقول بأننا نحرم أبناءنا من الأجهزة الذكية، ولكن بإمكاننا أن نعطيهم هذه الأجهزة من خلال الاتفاق معهم على جملة من الضوابط والمعايير ليستخدم الجهاز، ولكن ليكن استخدامه للجهاز استخداماً مقنناً، استخداماً مضبوطاً. كم من المشاكل المخلة بالشرف حصلت بسبب هذه الأجهزة. نساء كبيرات، رجال كبار لا يحسنون استخدام هذه الأجهزة. تجد أن المرأة تستخدم هذا الجهاز في التقاط بعض الصور الخاصة والمشاهد الخاصة، وإذا ضاع التليفون أو سرق التليفون ما هي النتيجة؟ مأساوية. ثم أنه لا بد من تنبيه الفتاة على فلسفة الحجاب. الحجاب ما هي فلسفته؟ صرف الأنظار عن البنت. هذه الفلسفة متى لم تتوفر في الحجاب فلا فائدة من الحجاب. أن تلبس البنت عباءة مطرزة. أتذكر في يوم من الأيام ذهبت إلى سوق واقف قريب من قريتنا، فرأيت بعض محلات العباءات تعرض عباءة اسمها الفراشة، وفعلا هي فراشة إذا لبستها البنت لا يبقى إلا أن تطير بها، مطرزة بشكل معين. الحجاب يكون مطرز بشكل معين، ألوانه ألوان فاقعة، أصفر فلاش، ورد فلاش. طيب، الحجاب شرعه الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يصرف الأنظار عن البنت، لا أن يجلب الأنظار إليها. فإذا كانت العباءة وكان الحجاب هو السبب في جلب الأنظار إلى البنت، صارت الثمرة من الحجاب ثمرة عكسية وثمرة مقلوبة. طيب، النقطة الرابعة ضمن المحور الثاني نتحدث فيها عن الدور النفسي للأسرة تجاه البنت. الأسرة لا بد لها أن تنمي حس الأنوثة في الطفلة. كيف؟ التفت معي. هناك بعض المشاكل تعيشها بناتنا وربما لا يصرحن بها ونحن في غفلة عنها. أنا لما أقول أن على الأسرة أن تنمي الحس الأنثوي في البنت، ما الذي أقصده؟ لا بد من الوالدين أن يراقبا الجو العام في المنزل. البنت ليست خادمة عند إخوتها، لا شغل لها إلا أن تكوي ثيابهم وأن تطبخ لهم، وبالتالي تعيش البنت تحت ضغط كبير ومشكلة نفسية من خلال شعورها بالظلم والامتهان. الآن الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، بنتان أبوها متوفى، بلغت من العمر سنا كبيرا، يتقدم إليها الخاطب والخاطبان والثلاثة والأربعة، من الذي يرفض؟ أخوها الكبير، وكأن أخاها له ولاية عليها. هو الأخ لا ولاية له على أخته، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، يقول السيد السيستاني يحسن استشارة الأخ محافظة على النسيج الاجتماعي، العلاقة الاجتماعية بينه وبين أخته، وأما من الجهة الشرعية لا وصاية ولا ولاية له عليها. لكن ما الذي ينمي هذا الفهم في مجتمعنا؟ الواقع الذي تعيشه البنات أيام ماذا؟ صغرهن، أن البنت تكون كالخادمة عند إخوتها، اكوي لي ثوبا، اطبخي لي كذا، اعملي لي كأسا من الشاي. لا بد أن أراقب الجو العام، لا بد أن نراعي أنوثة الطفلة، لا بد أن يعرف إخوتها حدودهم وأن هناك خطوطا حمراء لا يجوز لهم التعدي عليها ولا القفز عنها. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من أفرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. لاحظ، النبي يهتم بشأن البنت إلى هذا المستوى. لا بد أن أعامل ابنتي على المستوى التربوي تعاملا يليق بأنوثتها. بعض الآباء لا سبيل عنده في التربية إلا استعمال الشدة،
إذا قامت ابنته بفعل خاطئ صدر منها تصرف سيء يضربها ضربا مبرحا وكأنه حيوان مفترس قد انقض على فريسته. هذا لا يتناسب مع طبيعة البنت، هذا لا يتناسب مع الطبيعة الأنثوية للبنت. لابد أن أوجد سبيلا، طريقة، كيفية تربوية تتناسب مع أنوثتها. النقطة الخامسة ضمن المحور الثاني، وهي نقطة في غاية الأهمية، ونشير فيها إلى الدور الاقتصادي للأسرة في حياة البنت. لاحظ معي، الإسلام دين الاعتدال ودين التوازن، لا إفراط ولا تفريط. بعض الأسر تعلم الطفلة على الدلع الاقتصادي في أعلى درجاته. البنت لا تلبس إلا ماركات، ساعتها لا تكون إلا من ماركة معينة، حذاؤها لا يكون إلا من ماركة معينة، رغم أن الوضع المادي للأب يكون صعبا. والله أن هذا الكلام يفتح أبوابا وأبوابا ويفتح قنوات وقنوات. الآن على الصعيد النسائي، إذا لبست المرأة فستانا في زواج هذا الأسبوع ترفض أن تلبسه في زواج في الأسبوع الثاني. لماذا؟ تقول النساء رأينه عليه. نحن كرجال ساهمنا في صنع هذا الواقع، لأننا ربينا بناتنا على ماذا؟ على الضلع الاقتصادي. ولذلك بعض التقاليد والأعراف في مجتمعنا تحتاج إلى هبة اجتماعية. لا أستطيع لوحدي أنا أن أقتلع هذا التقليد وهذا العرف، لا بد من هبة اجتماعية. وأن أن تتحقق هذه الهبة الاجتماعية، أن أن تتحقق. فلا أربي ابنتي على الدلع الاقتصادي ولا أضيق عليها من جهة أخرى، وإنما أتعاطى معها على المستوى الاقتصادي تعاطيا مقبولا. لا أعطي ابنتي بصرف ولا أمنع عنها. لماذا؟ لأني إذا منعت عن ابنتي ربما يكون ذلك سببا في انحرافها. هناك بعض الحالات المسجلة فيما يرتبط بالانحراف الجنسي على مستوى الفتيات والنساء، وفيما يرتبط في الفضائح المخلة بالشراف، سببها ماذا؟ سببها بخل الأبي أو بخل الزوج. أمير المؤمنين عليه السلام ملتفت، ماذا يقول؟ يقول: الكفاف أصل العفاف. إذا كفيت ابنتك من الجهة المادية لن تذهب إلى آخر، إذا كفيت زوجتك من الجهة المادية في حدود قدراتك لن تنظر إلى الآخر. إما أن تضيق عليها، تكون حريصا على أموالك، تعيشها الفقر وأنت قادر على أن تعيشها حياة أفضل، ربما تنحرف وتكون أنت السبب في انحراف البنت أو في انحراف الزوجة. متى ما كانت البنت مكفية من الجهة المادية لن يستطيع أحد إغراءها من هذه الجهة واستمالتها، ولكن يجب أن يكون إشباعها ماديا بالمستوى المعقول، بالمستوى المقبول. إلى هنا نكون قد انتهينا من المحور الثاني، ننصرف إلى المحور الثالث والأخير، ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المحور الأخير ويدور الكلام فيه حول بيان دور الأسرة في تأهيل الفتاة للحياة الزوجية، وهنا عدة نقاط سريعة ومختصرة. من ضمن ما تفتقر إليه عملياتنا التربوية هو هذا الهم: أن أربي ابنتي لتكون زوجة صالحة. من منا يستحضر هذا الهم في مسيرته التربوية مع بناته؟ إذا كنا صادقين مع أنفسنا، قل من يستحضر هذا الهم في مسيرته التربوية مع من؟ مع بناته. الآن بعض الدول وبعض المدن ربما خارج البحرين
يشتهر عن أهلها أنهم يربون بناتهم ويؤهلونهم ليكن زوجات صالحات في المستقبل. هذا البعد نفتقر إليه في ماذا؟ في عملياتنا التربوية. هنا عدة نقاط لا بد من الالتفات إليها. أولا، لا بد من تعليم الفتاة أن تكون صاحبة هدف في الحياة، لا أن تعيش الفتاة على هامش الحياة، جميع أفكارها رغباتها في الحياة أفكار مادية، لا هم لها إلا أن تلبس أحسن الملابس، أن تحمل أفضل شنطة، أن تستخدم أحسن مكياج، أن تشاهد البرنامج الفلاني، أن تتابع آخر ما وصلت إليه الموضة. حياتها تملأها الأمور التافهة. على الأسرة أن تزرع في نفس الطفل الأهداف السامية والغايات النبيلة. ثانيا، تحميل الفتاة بعض المسؤوليات، لا أن تبقى البنت لحين زواجها من غير مسؤوليات، فإذا تزوجت انصبت عليها المسؤوليات فتضج منها وتسأم، وربما يكون ذلك سببا في حصول الطلاق. لماذا؟ لأنها لم تتعود أن تتحمل مسؤولية قبل هذا الحين. ثالثا، تعليم الفتاة على العمل المنزلي، حتى إذا كبرت وتزوجت كانت أهلا للقيام بأعبائها المنزلية، لكن مو بمستوى أن تكون خادمة عند إخوتها، ليس بمستوى أن تكون خادمة في المنزل، تتعلم على العمل المنزلي. أمهاتنا الكبار كانوا يعلمون الفتيات أصول العمل المنزلي بالرغم من أنهن لم يكن يحملن شهادات. أما الآن هناك إهمال من قبل الأمهات في هذا الجانب، تتزوج البنت وربما لا تستطيع أن تطبخ ماذا؟ بيضا مقليا، لا تستطيع أن تطبخ رزا، ربما يكون الزوج قدرته في الطبخ أكثر من ماذا؟ من الزوجة، ربما هو يعلمها، هذا ناقص لا بد من الالتفات إليه. رابعا، تعليم الفتاة فن التعامل مع المشكلات، لا بد من الجلوس مع الطفلة، أن تشرك الطفلة معك في جوك الأسري في حل المشاكل. الآن لا بد أن ينظر إلى فتاته، إلى ابنته. الأم أيضا لا بد أن تشرك الفتاة فتنظر كيف يحل أبوها وأمها المشكلة لتكتسب خبرة في هذا الجانب. إما أن أقدمها كزوجة وتذهب مع زوجها وهي فارغة الذهن تماما من أي خبرة تراكمية على مستوى حل المشاكل، هذا ربما يعرضها لماذا؟ للطلاق. وإذا لم يعرضها للطلاق ستأتي شاكية إليك في كل يوم، حتى لو كانت المشكلة مشكلة تافهة. نحن لابد أن ننطلق في تربيتنا لبناتنا من خلال قراءتنا لسيرة الصديقة الزهراء عليها السلام، هذه المرأة التي مثلت القدوة في كل شيء، فاستحقت أن تكون سيدة نساء العالمين. لكن يا سبحان الله، كلما تذكرنا الزهراء وقرأنا معالم عظمتها لا بد أن نشعر بالغصة والألم. لماذا؟ أنت لما تقرأ عن السيدة الزهراء عليها السلام تتعقب معالم العظمة في سيرة هذه المرأة القديسة، تشعر بالألم، تشعر بالغصة، لأنه ينقدح في ذهنك كيف عُومنت هذه المرأة. على رغم ما كانت عليه من العظمة، على رغم ما كانت عليه من علو المنزلة، يقال للرجل إن في البيت فاطمة، فيقول وإن؟ يعني وجود الزهراء وعدم وجودها لا يقدم ولا يؤخر. إن في البيت فاطمة، قال وإن؟ اجمعوا الحطب على باب الدار وأضرموه نارا. أول ما تأثر من الجسد المبارك للسيدة الزهراء هو أناملها، هذه الأنامل بأبي وأمي. لما أراد الرجل أن يهجم على دار الزهراء، أرادت الزهراء منعه فمسكت الباب فظهرت أناملها. أراد الرجل من الزهراء أن ترفع يدها، ما الذي فعل؟
أخذ الصوت وصار يلوع الزهراء على أناملها. الزهراء تألمت فرفعت يدها، لكن ما حال يدها؟ يقول الإمام الصادق: ماتت أمي فاطمة وفي عضدها مثل الدملج. أتعرف ما هو الدملج؟ الدملج أشبه ما يكون بالسوار، أي أن تلويع الرجل بالصوت لفاطمة أحدث في عضدها ما يشبه ماذا؟ ما يشبه السوار. تقول الرواية: لما رفعت الزهراء يدها من على الباب وأحس الرجل أنها تراجعت، ضغطها وراء الباب بكل ثقله، فأنبت مسمارا في صدرها، فانبعثت الدماء من صدر الزهراء كالميزاب. تكسرت أضلاع الزهراء، ولذلك يقولون أنها ما كانت تستطيع النوم على جانبها الأيمن، كانت دائما ما تنام على الجانب الأيسر. لماذا؟ لأن الجانب الأيمن ليس فيه إلا أضلاع مكسرة. ولا تسألني أسقط المحسن أم لم يسقط بتلك العصرة. العلماء مختلفون في هذه النقطة. بعض العلماء يقول أن الزهراء أسقطت المحسن بتلك العصرة، ولكن بعض العلماء يقول لا، الزهراء ما أسقطت المحسن في تلك العصرة. متى أسقطت؟ يقول: لما دفعها الرجل وضغطها بين الباب والجدار، دخل الرجل داخل الدار فرأى الزهراء خائفة مذعورة بين الباب والجدار. وحق الزهراء أن تخاف، هذا الرجل ما كان عاديا، كان معروفا بالقسوة. يقول: لما رأيتها خائفة مذعورة رق قلبي لحالها. ما الذي فعلت؟ هل تركتها؟ قال: لا، لكني تذكرت سحر محمد وفعل علي في صناديد العرب، فرفعت رجلي ورفستها في بطنها. يقول: فألقت جنينها وهي تنادي ومحمدا. علي بن أبي طالب ما حاله؟ علي داخل الدار ويسمع صراخ الزهراء، يسمع تأوه الزهراء، ولذلك الشاعر خاطب أمير المؤمنين، ما الذي يقوله؟ متعجب العالم من أفعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار، وانا انتخب في الضاو جنيني خرب الاعتاب، وانت تشوفه يا علي يا علي وتسمع ونيني، وقف على راسي ولطم خدي وعيني، وانا انتخي واصيح يا فضة ادركيني، جسم انتحل من عصرته وصدر ينعب، وردوا لك وقادوك يا ليث الحرايب، وانت الذي من بأسك تموج الكتايب، والله افعالك يا علي يا علي تراوي العجايب، شيف بحبل تنقاد وانت الليث في الغار. بعض الشعراء يحيك هذه القصة، مخيلته مخيلة واسعة، يحيك هذه القصة، يقول: أتصور أن الصحابة تجمعوا حول علي بن أبي طالب في يوم من الأيام، قالوا له: يا أبا الحسن، ما هو أجمل يوم وأسعد يوم في حياتك؟ قال: يوم أن رفع رسول الله يدي في يوم الغدير وقال: من كنت مولاه فهذا علي
مولاه. قالوا: وما هو أمر يوم عليك يا أبا الحسن؟ فما استطاع أمير المؤمنين أن يرد، اختنق بعبرته، ارتفع نشيجه وبكاؤه. قال: والله إن أمر يوم هو يوم أن رأيت فاطمة تضرب أمام عيني وكنت مقيدا بالوصية. اتقل يا علي جدامك يضربوني، يا علي جدامك يضربوني حتى اسود نمتوني، ماني الوديعة وانت تكفلت بي، والله ماني الوديعة وانت تكفلت بي. بعد هذا المشهد الأخير أختم. صارت الزهراء طريحة الفراش، وأمير المؤمنين في كل ليلة يسليها ويهدئها إلى أن تغفو عينها. في ليلة من الليال قام عنها أمير المؤمنين، دخل الدار في هذه اللحظات، وإذا بالزهراء تشعر بيد صغيرة حانية تمتد على يدها تمسح عليها. انتبهت الزهراء، قالت: من هذا؟ فتحت فاطمة عينها وإذا بها ترى الحسين هو الذي يمسح على يدها، وكان الحسين حينها يبلغ من العمر 5 سنوات. قالت له: ولدي أبا عبد الله، ما الذي أجلسك في منتصف الليل؟ ما الذي جاء بك إلي؟ قال: يا أماه، عندي بعض كلمات أريد أن أقولها لك. قالت: ما الذي تريد قوله يا أبا عبد الله؟ اقلها يما، والله يما يما، أنا قبل ضلوعك تمنيت ضلوعي تكسرت بالباب. الحسين شابه أمه في تكسير الأضلاع. زهراء إذا كان قد كسر منها ضلع فالحسين رضت أضلاعه بل طحنت. اقلها يما، قبل ضلوعك تمنيت ضلوعك تكسرت بالباب، وراسي قبل محسن يتهشم على الأعتاب. الزهراء تسمع كلام الحسين لكن ما ترد. اقلها درد جواب يا يما، على ولادك درد جواب، ترى نحسين يم حسين الصوتك اش كثر والهان. قالت له: بني، ما الذي تريد؟ فاضطرت قلبي أبا عبد الله. قالها: أريد أسألك يا يما، حين الهجمة وعلى الدار وبالباب عصروا جسمك وانتي ما عليك خمار، يما صحيح بصدرك الطاهر يا يما أنبتوا مسمار، وصحيح المرتضى جالس وخدك يلطم الخوان. ضمت الحسين إلى صدرها. اتقل يا ابني يا حسين، يا ابني يا حسين، وناتك علي زيدت الأوجاع، ويا ليت تكسر ضلوعي يسلم منك الأضلاع، وهتك قناعي من بعد زينب يبقى لها قناع، ونيران اللي ذب داري عن خيامك تصد النار. بقيت كلمة واحدة قالتها الزهراء للحسين: يا ابن اللي رفس أمك يتربع على صدرك، يا ابن اللي رفس أمك يتربع على صدرك، أم حسن طيحة أهوان
من طاحتك من مهرك وأحسن يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم فرج عن جميع المعتقلين والمكروبين أرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين. جماعتي الحاضرين فردا فردا أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتانا وموتاكم إلى أرواح موتانا وموتاكم.